من قبل سابقا عن البوتوكس، والبوتوكس هو من الاجراءات اللي بنصحكم تعملوها من فتره للتانية. على فكره البوتوكس ما بينفخ مثل ما بتتوقعوا، بوتوكس بيرخي المنطقه اللي يحقن فيها، فبتصير المنطقه اللي جنبها اقوى فبتشد. هي عمليه توازن بنعملها بين العضلات في مناطق كتير ممكن ما بتتوقعوها بنحقنها. عادة أنا بداوم أعمل بوتوكس بفترات متقاربة، ما بحاول أحقن كمية كتير مشان تضل النتيجة ناتشورال، ولكن أنتو انتبهوا كمان أنه البوتوكس بعد كورونا صار عم يضل لفترة أقل من المتوقع، وبسبب أنه الفاكسين أو اللقاح صاير عم يهاجم البوتوكس مثل ما عم بيهاجم مثل ما هاجم فيروس كورونا او بيعمل لك مناعة، فهو مش انتقائي بس للفيروس، عم يأثر كتير وممكن يخلي النتيجة تضل فترة اقل. لهيك طبعا لازم تختاروا طبيبكم، لكن لا تتهموا طبيبكم، واختاروا المادة كمان، ولكن لا تتهموا المادة اذا كانت المادة جيدة، ولكن انتبهوا لازم خبركم مشان ما تتضايقوا. إذا البوتوكس ما طول عندكم كتير، طبعا ما عاد ما نقول التوصيات اللي هي أول 5 ساعات، ما منوطي لقدام، ما منرجع لورا، ما منفركن، ما بحط على وجهي شي خلال هال5 ساعات، ولمدة 3 أيام 72 ساعة حمام مغربي، ساونا، رياضة عنيفة ممنوعة.